صباح الخير. كيفك خويا؟ لاباس؟ البلاد وبعد مباشرة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية مكنت العملية من توقيف شخصين يبلغان من العمر 42 و35 سنة وضبط بحوزتهما على قارب نزهة من نوع زودياك يستعمل في تهريب المواطنين والأشخاص بطريقة غير قانونية وكذا ضبط لدى المدبر الرئيسي سلاح ناري من نوع مسدس وكذا ذخيرة حية خاصة بذات المسدس وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية وحيل المشتبه فيه أمام الجهة